السلام عليكم. تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي بتشتغل على الايفون، تقدر تعمل معاه محادثه صوتيه وزي سيري كده، تقدر يساعدك في تعلم اللغه الانجليزيه، يقدر يساعدك في موضوع الترجمه. ممكن تقول له مثلا انا عايز اتكلم مع شخصيه مشهوره مثلا ليوناردو دافنشي، فيبدا يتقمص الشخصيه ويجاوبك كأنه هو الشخصيه ديت. يقدر يساعدك في ان انت تكتب باساليب متقدمه، الجرامر اللي عندك مشكله فيها يساعدك في التصحيح. ممكن تضيفه لسيري، يبقى انت عندك شات جي بي تي وسيري وكل ده في تطبيق واحد. ممكن تقول له انا هديك وصف وانت اعمل لي الصوره بتاعتها، او اعمل لي عروض تقديميه باوربوينت، او اعمل لي تقييم للمنتجات، او اعمل لي الكتابه للرسائل. تقدر تدردش معاه بالصوت وقت طويل، وهو طبعا موجود مجاني ومدفوع. طيب لو قلت له انا عايز احمل التطبيق الجميل دوت، هيروح فاتح لي بقى المكتبه هي لانجويج برو تكست تو شات اي اي، وتقدر انت تسطبه عندك على الايفون.